حبايبك كتير. ومعانا على التليفون المخرج الاستاذ احمد صقر. استاذ احمد مساء الخير. مساء النور. انا دكتور جاني. ازاي ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله، اهلا بيكي، وانا سعيد ان انت النهارده مستضيفه احمد خليل. يعني مش عارف اقول والله انا اللي سعيده جدا. استاذ احمد انا بشكرك الاول. ميرسي. انا اللي سعيده وبشكر ان هو شرفنا النهارده بصراحه. ربنا يخليك. وما دام بدات كلامي بالدكتوره جيهان، اسمعي لي برضو امسي على الدكتور احمد خليل. طبعا ده هو نجمنا النهارده. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ وحشني قوي. اصل يمكن ما يعرفوش ان حضرتك يعني حصلت اخيرا على الدكتوراه. احنا الاثنين، احنا الاثنين. بس على فكره انا مش دكتوره، يعني هم يعني انا مش دكتوره. لا يا احمد خليل دكتور بقى بجد قدامي. انا موجود. بجد دي حقيقه؟ ايوه. حضرتك اخذت دكتوراه مؤخرا يا استاذ احمد؟ يعني ولا استاذ احمد صقر بيهرج؟ استاذ احمد صقر وانا اخذنا دكتوراه شرفيه كده يعني في احد الجامعات. كرمونا وادونا دكتوراه. خلاص يبقى نقول لحضرتك دكتور. لا والنبي لا. طيب بس بصرف النظر عن الدكتوراه، فانا يعني بجد بحييكي ان انت استضفتي شخصيه يعني جميله وشخصيه محبوبه الكل بيبقى سعيد بيه. يعني عايز اقول لحضرتك انا سمعت الكلام اللي قال، وده اقل كثيرا مما يستحق احمد خليل. احمد خليل صديق عمر وعشره عمر، ومن اول مسلسل ليا في مين ما يحبش فاطمه. يعني يعني مش فاكر، مش انا مش فاكر مسلسل ايه اللي ما كانش معانا فيه احمد خليل. لانه عمل مثلا في فاطمه دور السفير، في هوانم جاردن سيتي دور الباشا، وكان من اجمل من مثل الباشوات. صحيح. حديث الصباح والمساء كان عامل دور السلماتي، وكان من اجمل ممثل هذه الشخصيه الشعبيه ديت اللي كان بطل من مجموعه ابطال جمال في حديث الصباح والمساء. فاي دور احمد خليل بيلعبه الحقيقه يعني يسند اليه. ايوه. بيجيد فيه يعني ما شاء الله، ربنا يوفقك ويحميك. وانا سعيد ان انا بسمع صوتك لانك بجد وحشني. ربنا يخليك. بس عايزين نرجع الايام اللي فاتت دي بقى، نعمل اعمال زي اللي عملناها زمان ان شاء الله قريب. ان شاء الله ربنا يسهل وكله باوانه باذن الله ترجع احسن ان شاء الله. ان شاء الله يعني عايزين نشوفكم انتوا الاثنين، لانه الاعمال اللي عملتوها مع بعض كانت اعمال قويه فعلا. باذن الله ان شاء الله. يعني انا يعني قطاع الانتاج شاغلني شويه. أيوة. بس ان شاء الله هنلتقي انا واحمد خليل ومجموعه كبيره من الممثلين ان شاء الله في عمل قريب جدا. بشكر حضرتك المخرج الكبير الاستاذ احمد صقر، ولا الدكتور احمد صقر. بشكر حضرتك على تليفونك.